تضطر نازحات من الموصل وأطرافها إلى استخدام ملابسهن الخاصة وكذلك ملابس أطفالهن لإيقاد النار وصنع الخبز لعدم وجود مادة الغاز وانعدام المساعدات الضرورية. وتؤكد بعض النازحات أن برودة الجو وغياب الدعم الحكومي والمنظمات الإنسانية دفعهن إلى ابتكار أمور لتأمين متطلبات العيش وتوفير قوت عوائلهن في مخيمات النزوح، مطالبين بإعادتهن إلى منازلهن المستعادة بأسرع وقت وتخلصهن من الذل الذي يعيشن فيه. الله العظيم صحيح أنا حتى الحال صحيح. أنطونا غاز من أول من جينا، أنطونا الغاز أتحك وجابونا قنينة الغاز، قنينة الغاز إحنا 20 بيت بيها. اليوم تخلص هذا يقول على مسؤوليتكم وعم تملوهن. هذا اليوم كم يوم احنا بلا غاز متبهدلين بهدال والله العظيم. بدلناها احنا 10 بيوت بدلناها، 5 ايام ما طولت عندنا وغاز ما فطينا ب 10,000 واحنا ما عندنا لا رواتب لا عندنا شيء، حالتنا متبهدلين. والله يابا مترزلين رساله. هذا الحاله نسوي خبز على الملابس. حالتنا تعبانه، نريد نرجع على بيوتنا يا ابني. ايش هذا الحاله؟ جوعانين، بردانين، عطشانين، ايش الحاله؟ مي ماكو صالح للشرب، اطفال كلها اسهال وكلها اسخان براسها، ماكو لا مي لا شيء، ماكو. نروح على الدكتور ما يصح لنا، هدوم ما وزعوا لنا، قاطع يوزعوا له قاطع ما يوزعوا له، والله متنا من البرد يا ابني. ما عندهم حطب، هي خبز ونعم على انده الملابس، وغاز ماكو، جابوا التنور قنينه واحده جابوا 20 خيمه بيها ما تكفي، كل ما تخبز له خبزه خبزه نهار واحد يخلص القنينه.